معي من الرياض دكتور سامر الأشطيلي المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. أهلا بك معنا. طبعا تحدثنا نحن في هذا التقرير عن الدفعة الجديدة هذه من أطفال الحرب التي يتم إعادة تأهيلها، ولكن غير ما نحكي طبعا مع أحد من المركز. دكتور سامر، تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه المرحلة، إن كان فيما يتعلق بنوع المعونات، الأعداد المستهدفة، المناطق. طبعا نتحدث يعني غير عن مأرب، وعهدنا يعني جهود كثيرة لمركز الملك سلمان هناك. أحييك أستاذ ميسون. أهلا وسهلا. وأحيي المشاهدين الكرام، وأشكركم على هذا التقرير الحقيقة الوافي، وأشكركم كذلك على متابعة أنشطة مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل دائم ومستمر. أهلا وسهلا دكتور سامر. هذا البرنامج أستاذ ميسون يهدف إلى تأهيل الأطفال المجندين وإعادة إدماجهم بالمجتمع، وهذا التأهيل يتم عبر حقيقة ثلاث وسائل رئيسية ووسيلة رابعة مهمة كذلك، وهي أولا التأهيل النفسي، التأهيل الجسدي، والتأهيل العلمي. التأهيل النفسي يخضع الطفل لتقييم نفسي مفصل عن طريق مجموعة من أخصائيين نفسيين وكذلك أخصائيين اجتماعيين لتشخيص الحالة، فإذا كانت الحالة مرضية يبدأ مع متخصصين نفسيين أو أطباء نفسيين بالعلاج. إذا كانت الحالة لا تحتاج إلى علاج، يتم الحقيقة حسب مستواها يتم التعامل معها من قبل الأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين. ثم بعد ذلك التأهيل الجسدي من خلال طبعا سواء كان البرامج التي تبني مهارات معينة يدوية أو مثلا برامج رياضية وغيرها. أما بالنسبة للتأهيل العلمي فهو عن طريق برامج التعليم التي تقوم بها هذه البرامج، و كذلك بالتعاون مع المدارس بحيث يستطيع الطفل انه يلتحق في برنامج تعليمه ويكمل دراسته. ما الارقام التي تتعاملون معها دكتور سامر فيما يتعلق حتى لو كانت تقريبيه، يعني فيما يتعلق بالحالات النفسيه والحالات الجسديه التي تقومون باعاده تاهيلها، يعني حتى توفرون غير الموضوع التاثرات الجسديه فيما يتعلق باخصائيين نفسيين، بأي حالات تواجهكم دكتور سامر؟ سلمى سيون، لعلي بس ألمح الماحة إلى حجم هذه المشكلة ألا وهي تجنيد الأطفال في اليمن. هناك تقارير تقدر أن عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم على الجبهات تتجاوز 11,000 طفل، وهناك تقارير تذهب إلى عدد أكبر من هذا بكثير وتقدرها 20,000 طفل. فنحن نتكلم عن حجم كبير جدا. الفئه التي استهدفناها نحن او العدد عبر استهدفناه ابتداء في هذا البرنامج، وهو برنامج جديد الحقيقه في اليمن، مع انه البرنامج مطبق عالميا لكن تطبيقه او المحاوله الاولى لتطبيق مثل برنامج التأهيل كان من خلال مركز الملك سلمان وشريكه على الارض اللي هي منظمه وفاق. استهدفنا 2000 طفل. 2000 طفل. طبعا هناك مراحل يمر فيها الطفل كما ذكرتم، عدة مجموعات. إذا يتم متابعة الطفل من خلال هذه البرامج ثم إدماجه عن طريق برامج التعليم والمدارس وتم متابعته. وكذلك ما أردت أن أذكره العنصر الرابع في التأهيل هو تأهيل الأسرة، بحيث أن الأسرة تكون جزء من البرنامج وتمارس كثير من الأنشطة. طبعا لان لها دور كبير بموضوع اعاده التاهيل، حتى نضمن انه ما يرجع هذا الطفل مره اخرى الى الجبهه، يجب ان نحصن الاسره كذلك وليس الطفل لوحده. هل من حالات عادت للجبهه بعد ما تم تجنيده وبعد ما عملتم بعدها انتم لاعاده تاهيل دكتور سامر؟ الى الان لا يوجد حالات عادت الى الجبهه الحمد لله عز وجل، لكن يعني العدد الذي استقبلناه الى الان وتم اخضاع لهذا البرنامج يعتبر ربما نسبيا يعني خمس العدد الاجمالي لحالات التجنيد، لكن الحمد لله عز وجل هناك لا يوجد اي حاله رجعت الى الجبهه.
اصلا في هناك ظروف كثيره جدا الحمد لله عز وجل مساعده الان لعدم رجوع الاطفال. الحقيقه في كثير لما ما يتعلق بالمعتقدات والايديولوجي تغيرت بشكل كبير جدا، اصبحت الصوره اوضح لكثير من الاسر وابناء الاسر والاطفال. هذا امر. الامر الثاني الحقيقه ان يعني ابتعدت كثير من الجبهات بحكم تحرير كثير من المناطق، ابتعدت عن كثير من التجمعات السكانيه والاطفال، فاصبح من الصعب جدا تجنيده. والحقيقه حصار المد الحوثي والميليشيات قلل بشكل كبير جدا من عمليه التجنيد في الفترات الاخيره. نعم طبعا. أنا أشكرك جزيلا من الرياض دكتور سامر الجطيري المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، شكرا.